أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من أرض فشت فيها الفاحشة وفشى فيها الحكم بغير ما أنزل الله وسب الله وسب الدين؟ حسنت أن الهجرة واجبة إذا تيسرت، يهاجر منها ولو إلى بلد أقل شر، يهاجر من البلد الكثير الشر إلى البلد الذي هو أقل شر، دفع أخف أعظم الضررين بارتكاب أخفهما مهما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة عديدة. حتى في بلاد المسلمين إذا كان في حارة فيها ناس سفهاء وفيها ناس يعني متساهلين، لا ينبغي أنك تسكن بينهم، تنتقل إلى 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 حارة طيبة فيها مسجد وفيها جماعة وفيها. نعم.